وإيه اللي حصل في مستر أولمبيا ده؟ وإزاي بيجرامي خد مركز خامس؟ هل هي فعلا كانت مؤامرة عليه ولا هو فعلا كان يستحقها؟ هذا اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار معاكم؟ ايجو ده ميجو فات فورمتك في البيت. صحيت النهارده على خبر انا كنت متوقعه بصراحه، بس ما كنتش متوقع ان هو هياخد خامس بصراحه البيج رامي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. خليني احلل لكم كده، بس يعني ايه اللي حصل، وهل هو فعلا يستحق ان هو يبقى خامس ولا لا من وجهه نظري المتواضعه. تعالوا بس الاول نفتح الفيديو كده ونشوف ايه الدنيا. Um campeão descendo colocações para dentro do seu trono e indo para o quinto lugar. هو حتى المعلقين طبعا مش مصدقين. خليني اقول نقطة يا جماعة، يعني نقطة انصاف للحق، يعني لا الصور ولا الفيديوهات كانت مبينة الكونديشن بتاعت البيج رامي او بالتحديد الاصابات اللي عنده. انا صعقت لما شفت الفيديو على قناة ميديكس فاتت تقريبا عن الاصابات اللي عند بيج رامي الواضحه جدا جدا في الكلوز ابس، في الفيديوهات المتصوره عن قرب وعن كثب. اولا عنده الكواد اليمين اي ثينك فيها خرم كده، خرم كبير جدا بسبب الاصابه بتاعته. تاني حاجه عنده اصابه في ظهره، قالوا مش فاكر ايه هي بالظبط، ديسك او حاجه ديتيريوريشن او مش فاكر، مش فاهم ايه بالظبط، ادت ان التفاصيل بتاعه ظهره ما كانتش as good as او على جوده عاليه قوي زي السنين اللي فاتت او زي السنه اللي فاتت بالتحديد، لان هم دايما بيقارنوا بيج رامي او بيقارنوا اللعيبه يعني السنه اللي فاتت بالسنه دي. التنشيف بتاعه كان اون بوينت، بس الحكام كانوا بيقولوا ان دراعاته صغرانه شويه، وطبعا انت لما جسمك كله بيبتدي يقل ككثافه عضليه وسطك بيبتدي يبان الحجم بتاعه، مش كون ان الوسط بتاعه كبر، لا هو الوسط بتاعه ما كبرش، هو بس للاسف الحجم العضلي بتاعه من فوق قل حاجة بسيطة جدا. أنا مش شايف الكلام ده والله، أنا بقول الكلام اللي اتقال، فاهمين؟ فلما قل الحجم العضلي بتاعه شوية وسطه بدأ يبان أعرض. المشكلة بقى مش في كل ده، المشكلة في العمالقة اللي معاه، يعني إريك لانسفورد، عندك نيك ووكر. الفكرة إن أنت علشان تكمل في إن أنت تبقى مستر أولمبيا كان لازم تنزل بباكج، مش هقول لك ما فيهاش اصابات، هو انت حرفيا انت لازم تبقى سليم. فكرة بقى ان انت بتقارن الكونديشنز العاليه قوي ديت زي هادي شوبان، طبعا انا مبسوط جدا وهقول لكم انا مبسوط ليه، على قد ما انا زعلان على بيج رامي على قد ما انا مبسوط جدا لهادي شوبان. فالفكره بصراحه ان كان في باكجز عاليه قوي 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 على الستيج، بس انا مش شايف بصراحه ان هو ياخد خامس، وعندك براندن كيري ياخد رابع. يعني يا جماعه حرام يا جماعه، يعني دي في حاجات بصراحه، هي اولا واخيرا يا جماعه هي اراء، يعني الحكام دول بشر زينا ودول عندهم اراء، فاهمين؟ فازاي تديله رابع؟ حرام يعني، انا مش عارف بصراحه ازاي ده تديله رابع وبيج رامي تديله خامس. في ايه في الموضوع؟ ممكن اقول لك برضو حوار الكونفرنس اللي حصل، ان هم كانوا بيعلقوا بيقولوا ان بيج رامي مش واجهه لمستر اولمبيا. ليه يا عم انتوا مش بتقولوا ان هو مش واجهه؟ علشان هو دايما بياخد التروفي بتاعت مستر اولمبيا وبيختفي بقيه السنه، مفيش كونفرنسز، مفيش لقاءات برنامجيه، مفيش اي حاجه من الكلام ده، هو بياخد التروفي بتاعت مستر اولمبيا بيرجع بلده وبيختفي بقيه السنه. بجانب ان هم كانوا عايزينه في كونفرنس مهم جدا جدا جدا، الا ان بيج رامي ما طلعش في الكونفرنس ده، والادهى والامر ان هو ما طلعش حتى اعتذر. فزي ما تقول كده ايه، مش عارف، انا حاسسها كانها نوع من انواع العقاب، بجانب ان الباكجز اللي كانت موجوده على الستيج كانت قويه جدا 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 وتاخد العين بطريقه اوفر، بس اي ثينك ان ده سبب من الاسباب. فكون ان هم يرحلوا لي الخامس انا شايف ان هي انفير قوي وكسره جامده قوي، وللاسف ان هم انا كنت مخطئ يعني على حته السسبنس ديت. انا كنت متوقع فعلا ان هو ممكن شويه ديريك لانسفيرد، طبعا زي ما انتم شايفين حاجه رهيبه، نيك ووكر قوي، بس ما يكسبش البيج رامي يا جماعه، دي وجهه نظري الشخصيه بصراحه. هادي شوبان بقى انا مبسوط جدا لهادي شوبان. ليه؟ لان هادي شوبان جاي من ايران، طبعا ما شاء الله العلاقه ما بين امريكا وما بين ايران زي الخرا، فكون ان هو يجي من ايران زي ما بيج رامي كسر القواعد بتاعت اللعبه في حته ان هو مصري مسلم
عربي ياخد بطل او ياخد مركز في مستر اولمبيا، مركز اول على العالم، فدي كسر كل قواعد السياسه. اللي جه كسر قواعد السياسه بقى رقم اتنين هو هادي شوبان، ايراني احيانا اصلا ما كانش بيعرف يخش امريكا بسبب ان الفيزا بتاعته ما بتطلع لهوش من ايران، لان مشاكل الشد والجذب بين البلدين. بس انا مبسوط جدا بصراحه ان هو خدها، واي ثينك ان النكست تشامب هيبقى ديريك لانسفورد فور شور. يعني الراجل لسه طالع الديفيجن دي اول سنه ليه وخد مركز تاني، فحاجه رهيبه جدا. اي ثينك ان نيك ووكر برضه هيخش في الكومبيتيشن ديت بشراسه. يعني هو طلع من السنه اللي فاتت للسنه دي مركزين، نط مركزين، فاي ثينك ان هي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنيك ووكر. طبعا البيج رامي واقف سبيتشلس، مش ما بيتكلمش، ما بيقولش اي حاجه خالص من الصدمه، لان الانديفيدوال بوز بتاعه يا جماعه كان حاجه رهيبه جدا بجد. بس لا الصور ولا الفيديوهات للاسف هتبين التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها ديت، لان انا لما شفت الكلام ده بصراحه والله العظيم انا صعقت، ما كنتش شايف الفتحه. وطبعا انت مستر اولمبيا، يعني انت العين عليك يا باشا، انت هتتفل حرفيا من راسك لرجليك. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، مركز خامس ده شيء ممتاز جدا لينا وللعرب ولكل الناس. بس هي المشكله الكسره، بس اللي هو ايه، دي جت بعد المغرب ان هي خدت مركز رابع، على الرغم ان المغرب برضو مركز رابع يا جماعه في كاس عالم، ده شيء ممتاز جدا. بس اللي هو ايه الاكسبكتيشنز بتاعتنا، اللي هو ايه التوقعات، احنا بنتوقع ان المغرب كانت تاخد على الاقل مركز ثالث، فخدت مركز رابع. كنا متوقعين ان هي تخش حتى التوب 2، خدت مركز رابع الحمد لله، اللهم لك الحمد. بيج رامي العين عليه، فكنا بنقول ان هو داخل الثالث او داخل الثالث مره، يعني ياخد التوب او ياخد مركز اول، فخد مركز خامس، ففي سيت باك كبيره جدا. بس اتس ستيل وين. وانا بجد يا جماعه بجد اتمنى ان بيج رامي بجد يطلع من اللعبه دي سليم زي ما فيل هيث قال، لان بجد يا جماعه للاسف اللعبه دي لعبه اصابات بس بنحبها. عارف انت العلاقه التوكسيك، العلاقه السامه اللي هي انت بتتفشخ فيها بس انت بتحبها غصب عنك، هي بقى كمان الاجسام للاسف كده، من منشطات، من دايريتكس، من مدرب بول، من ادويه ضغط، من انسولين، من خرا، كل الكلام ده. بس عارف بتحس ان انت مش قادر تطلع براها للاسف. فطبعا لحظه التتويج هنا بتاعت هادي شوبان حاجه كانت عظمه جدا عن جدارة بصراحة. الراجل بصراحة يا جماعة ما شاء الله، ما بحبش كتافه وترايو، بس ألف مبروك لهادي وهارد لك لبيج رامي، وإن شاء الله دي مش نهاية المطاف. أتمنى إن هو ياخد بعين الاعتبار إن هو يعني كفاية كده صحتك العامة من أي حاجة. اتمنى ان كابتن حسن مصطفى يدخل تاني. ده انا برضو لوجان فرانكلين طلع اعتذر وهو بيعيط بسبب ان هو ما دخلش مستر اولمبيا في نفس الليله او في نفس اليوم اللي المفروض كان يدخل فيها الاولمبيا، ما دخلش، مش عارفين ايه السبب. فالحمد لله اللعبه ديت ابس اند داونز، وانت مش هتفضل طول عمرك طالع القمه، لازم يجيلك برضو طلوع ونزول كده. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جماعه. ما تنسوش، عايزين نرجع القناه زي الاول، اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، شيروا الفيديو على اكبر نطاق، وفي نفس الوقت اعملوا لايك للفيديو عشان تساعدوا القناه ان هي تكبر وتوصل لناس اكتر. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.